أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج هداية السائل نجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم حول شهري محرم الحرام وصفر والزياره الاربعينيه، ومما هو ابتلاء الموالين في هذين الشهرين، المسائل التي هي محل الابتلاء، وكذلك المسائل العقائديه. من الاسئله التي اخترناها، هذا السؤال الذي يقول: إذا أراد شخص إقامة مجلس عزاء أو فرح، وأراد توزيع الطعام أو الشاي أو ما أشبه ذلك في المسجد، فهل هناك من شروط لهذا الفعل داخل المسجد؟ الجواب ينبغي مقدمة قبل الإجابة المقدمة تقول هكذا أن المسجد الجامع المسجد الذي يصلى فيه هذه هذا المسجد فيه شروط وقفية يعني الواقف الذي بنى المسجد مشترط بعض الشروط ومعلنها مثلا سوي إعلان بها أنه المسجد للصلاة ولقراءة القرآن فقط يعني هيك قايل فحينئذ داخل المسجد لا يمكن عمل شيء إلا وفق هذين الشرطين اللي هو الصلاة وقراءة القرآن يعني حينما يدخل المصلي إلى الجامع ذن الأمرين يسويهن بس اللي هي الصلاة وقراءة القرآن مكوثة في المسجد وهو لا يفعل هذين الأمرين يصير محل إشكال لأن الواقف قد عين مقدار الوقفية اللي هي قراءة القرآن والصلاة فلذلك اللي يطب ويتاني يقعد ويتاني مثلا للصلاة آه هذا جلوسة راح يكون محل إشكال حينئذ لا بد أن ينشغل إما بصلاة وإما بقراءة القرآن لأن الوقفية تقول هكذا فحينئذ آه توزيع هذا الطعام أو الشاي أو غيره يكون مخالفا لما أوقفه الواقف اللي بنى المسجد واوقف هذا المسجد للصلاه ولقراءه القران. اما اذا كان الواقف لم يشترط شيء، قال هذا مسجد وهاي هي. لم يشترط شيئا لم يقيد الوقفيه بشروط معينه، فقط قال هذا مكان للصلاه، مسجد يسجد فيه. هذا الاطلاق يمكن حمل الامور الاخرى عليه وانه يشمله وانه لا يخالف الوقفيه فحينئذ اذا دخل المصلي قرا قران، صلى، كان الصلاه مثلا قرا الدعاء علم الاخرين مثلا مثلا احكام القران، علمهم الصلاة، وزع ماي انطى شاي انطى اكل يعني مثلا على الفقراء وهكذا باقي الاستعمالات الاخرى. اذا نظرنا ان الوقفيه مطلقه وليس فيها تقييدات وان هذه الامور لا تخالف الوقفيه حينئذ يكون هذا الفعل جائز. ولا اشكال فيه اللي هو اعطاء الطعام او الشاي داخل المسجد لذلك بعض المؤمنين حتى يتخلص من اشكاليات المسجد وانه اكو وقفيه او ماكو ما وقفيه او المناقشه في مقدار الوقفيه للمسجد وغيرها يلجا الى طرق اخرى وهو تاسيس حسينيه او قاعه فهذه الحسينيه والقاعه تشبه المسجد من جهه انه يصلى فيه ولا تشبه المسجد من جهات اخرى ان الحسينيه ممكن استخدامها لكثير من الامور التي يمكن ان يقال انها تخالف وقفيه المسجد فاسلم طريقه هو انه اما ان يتخذ قاع ويقيم بها مثلا الاشياء اللي يريدها خلاف المسجد او حسينيه مثلا المتشرع المتدينون يتخذون هذا كطريقه للخلاص من اشكاليات وقفيه المساجد سؤال اخر يقول صاحب السؤال هل ان المسير الى كربلاء أيام محرم الحرام أو الأربعينية جائز مع احتمال الضرر من قبل السلطات خاصة في يوم عاشوراء هذه المسألة حينما كان الظالمون يحكمون هذا البلد كان نعم إلها مصداق هذا السؤال وأنه هناك ظالم يمنع من المشي إلى كربلاء في الحقيقة ونحن أيضا في هذا الزمان كذلك يوجد أمثال هؤلاء الظلمة الذين يمنعون من المشي إلى كربلاء أسا بأي طريقة يمنعون قد يكون مو بطريقة الظالمين اللي هو الصد يعني يجي واحد يوقف على الشارع ويقول بعد ما تكملون الطريق خلص هاي هي انا امنع مثلا هذه طريقه الظالمين في الحقيقه وهي الطريقه الاسهل بالنسبه لهم هناك طريقه اخرى للمنع يعني من يجي واحد مثلا يعتلي المنبر او لا يدخل في ضمن جماعه ويقول لهم المشي غير جائز هذا وكانه عمل عمل الظالمين في المنع من المشي الى كربلاء المشي الى كربلاء فيه روايات وعندنا روايات في استحباب المشي وان فيه ثواب عظيم في كل قدم ترفع حجه متقبله بمناسكها هكذا الثواب وفي روايات اخرى تعداد للثواب اعظم من هذا وفيه صفات اعظم من هذا بعد. لذلك ينبغي على المؤمنين على الناس العاديين ان لا يجعلوا انفسهم مكان الظالمين ويمنعون من المشي الى كربلاء. هذا مو صحيح. لذلك كالجواب طبعا هاي كلها مقدمه، جواب انه المسير الى زياره الامام الحسين عليه السلام مما أمر به أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأمروا به حتى مع احتمال الضرر وحتى مع احتمال الضرش الضرر الشديد مو فقط الضرر العادي في سؤال آخر أيضا يقول صاحب السؤال التهاون في حضور المجالس الدينية وتعظيم الشعائر ان كان يؤدي الى ضعف الحاله الاسلاميه لدى الفرد نفسه او عياله وابناء دينه هل يعتبر من المعاصي هذا التهاون هل يعتبر من المعاصي كما هو فرض السؤال الذي قراته الان على فرض هذا السؤال نعم يكون هذا التهاون من المعاصي حيث ان التهاون ما مو فقط اثر على نفس المتهاون بل تعدى الى غيره الى عياله والى اقرباء مثلا والى المجتمع المحيط به هذا التاثير كان تأثير سلبي فلذلك يكون فعله وقوله حينئذ حينما يعني تهاون باي صوره من صور التهاون اما بالجلوس يعني كفعل واما بالقول في منع الاخرين وهذه معصيه لانه قد منع من اقامه الشعائر الدينيه التي امر بها المعصوم عليه السلام. نعم. سؤال ايضا يقول صاحب السؤال بعض ضعفاء النفوس يقومون بتشويه سمعه السائرين للامام الحسين. السائرين يعني جمع سائر يسير. يسير على قدميه او بواسطه عجله يعني سياره المهم هو سائر للامام الحسين سلام الله عليه بعضهم يشوه سمعه هؤلاء الذين يذهبون الى زياره الامام الحسين عليه السلام يقول بان بعض هؤلاء الزوار لا يصلي ولا يصوم مما يكون له اثر في نفوس بعض الاخوه يعني هذا كلام هذا الذي يشوه سمعه الزوار له اثر على الاخرين الذين يذهبون سيرا الى الامام الحسين عليه السلام فماذا تقولون لهؤلاء يعني الذين يشوهون من سمعه ال الزوار زائري الامام الحسين عليه السلام الجواب يجب على الجميع الالتزام بتعاليم الاسلام امتثالا لامر الله تعالى ثم انه ينبغي للزائرين اضافه الى ذلك توفيت الفرصه على هؤلاء الذين يريدون خلط الامور للنيل من الشعائر الحسينيه فمن امتثل واجبا كالصلاه مثلا او الصوم ولكنه ترك واجبا اخر لا ينتقد هذا الذي ترك واجبا لامتثال واجب ولكنه لو ترك واجبا وفعل واجبا وترك اخر لا ينتقد لامتثاله الواجب بل يمدح ثم يؤمر بامتثال الواجب الاخر فمثلا من الصوم من يصوم ولا يصلي فانه يمدح لانه صام لكنه يامر بالمعروف ليصلي او يؤمر بالمعروف حتى يصلي لا ان ينتقد لانه صام ولم يصلي المفروض يقولوا له يقولوا له من صمت انت خو صلي اذا كان لا يصلي وقد نهى الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام عن ذلك يعني هذا التشويه تبعا للقران الكريم حيث يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم لدينا الكثير من الاسئله نرجئها ان شاء الله الى الحلقه المقبله الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته